اي بي جيمنج وفيديو جديد. وازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا جدا. وقبل ما نبدا فيديو النهارده، ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. لا هو بجد انتوا وحشتوني جدا جدا جدا، مش عارف ليه المره دي انتوا وحشيني. ف بصراحه انا اسف جدا ان انا اتاخرت على فيديو دعم القنوات. احنا دلوقتي 32000 مشترك، بس باذن الله الفيديو ممكن ينزل في خلال الاسبوع الجاي ان شاء الله. يعني قبل ما الشهر ده يخلص هيكون الفيديو نازل، لان الصراحه انتوا شايفين ان انا يعني بحاول اجيب لكم تحقيقات وبتابع ولسه بصور لكم فيديوهات تانية كمان للابطال. يعني بصوا انا بعمل شغل ابطال بصراحه ما حدش عمله قبل كده. باذن الله عايزين نعمل شغل عليه، ولسه بجيب العاب جديده وبنلعبها عندنا في القناه ونعملها بقى بطريقه كوميديه كده وجامده، وان شاء الله تحكم يا ابطال. فيلا بينا ندخل على تحقيق النهارده عشان هو اسطوري جدا. وتحقيق النهارده يا ابطال هو عن ديز دول. ما تقرفناش يا بلال، هو في ما كل شويه ديز دول ومفيش غيرها اصلا. انجز. حاضر يا عم هنجز، براحه عليا انت بس. دول لي ازهير حساب على تيك توك جاب 1 مليون فولو، يعني جاب 1 مليون متابع، انتوا متخيلين؟ و9 مليون اعجاب. طبعا هي بقى عملت هيصه وجابت، وبصوا وزمبليطه بقى ويلا وسكس. اللي انا بقوله ده اكيد واحده اجنبيه مش هتعمل كده زينا يعني في مصر. المهم اللي هي جابت 1 مليون، ولسه كاتبه بردك في الاباوت بتاع روبلوكس يوزر توغليو. لكن الجديد بقى دلوقتي اللي هي نزلت فيديوهين، والفيديوهين دول احنا محتاجين نحقق عليهم ونشوف فعلا هل هي كانت بتعمل كده يعني عشان المشاهدات، ولا فعلا هتفضل مستمر في الهكر، يعني هتقعد تستمر في الموضوع ده لحد 2 مليون. مكتوب معرفش ايه، هيلب باكونز، مش عارف الكنشنش. لو انتوا خدتوا بالكم يا ابطال في الفيديو ده اللي هو الكنشنش قاعد بينوت وكاتب حد يساعد، معرفش ليه كان عامله ايموشن من فرح. يعني هي كان تقريبا الفيديو ده منزلاه من 21 ساعه تقريبا قبل ما توصل مليون، كانت خلاص على وصول للمليون. ومعرفش بعديها في اخر الفيديو لو خدت بالكم يا ابطال ان هي عرضت حسابها توغليو اللي هو ايه حسابها الاصلي. عايزين برضك ندخل دلوقتي ابطال ونبحث عليه نشوف هل فعلا ده الاصلي. 27 صديق و5 فولو، 25000 فولورز. تعالوا كده بسرعه نكتب توغليو. توغليو طبعا يا ابطال باين على هو ده ابطال الاصلي، وكمان عملت سكن جديد زي ما انتم شايفين، فاتحه من 20 دقيقه وقاعده فعلا عامله سكن جديد، وهو يعتبر نفس الفيديو بس زاد فول واحد. تعالوا كده ابطال نشوف مين الفول الواحد اللي زاد ده. احنا عارفين ديز دولي، عارفين اوليفر. ايه ده؟ مين ده؟ تعالوا كده ابطال نشوف مين ده. ايه ده؟ دك فو ام واي تي، مش فاهم مين ده صراحه، وفاتح من 5 دقايق ومصادق ام دي اي ار بي، وناس كده اول مره اشوفها الصراحه. و26 صديق، هي هنا كان عندها تقريبا في فيديو 27 او لا تقريبا هي الاصدقاء، وده بردك صديقها اللي عملت له فولو، وزي ما انتم شايفين يعني يعتبر هم الاصدقاء، مفيش جديد. وطبعا يا ابطال هي فرحانه جدا عشان هي وصلت لمليون. يعني طب ايه، نقول لها مبروك ولا لا؟ بصراحه مش عارف، ولا اقول لكم مش عارف، قولوا لي في الكومنتات نقول لها ولا لا. وكمان يا ابطال استغربت من فيديو هي نزلته، والفيديو ده يعني هي عشان بمناسبه ان هي وصلت لمليون وقاعده بقى بترقص بقى، اوعى بقى رقصات روبلوكس وهي مشغله مهرجانات. لا مهرجانات ايه، اسمعوا عامه هي اكيد الاغنيه عليها كوبايت فانا مش هشغلها. بصراحه يا ابطال لو شفتوا الفيديو بامانه يعني من غير اللي هو بقى هكر، بصراحه الفيديو اسطوري جدا وجامد قوي والموسيقى حلوه قوي. بس لو جينا هنا نقف عند حته التحقيقات بقى، بما اننا احنا محققين وجامدين وبقالنا كتير قوي في السلسله دي. الفيديو ده يا ابطال نازل من ساعتين، ويعني هي وصلت كده يعتبر وصلت من ساعتين. من ساعتين 1 مليون مشاهده، وكاتبه ان انا وصلت 1 مليون متابع، وكاتبه ان انا وصلت في يعني المليون دي وصلتها في شهرين بس. تمام، احنا بقى دلوقتي في كان في بعض الناس اللي كانت بترقص في الفيديو ده، من ضمنهم واحده اسمها لانا. تعالوا نبحث لانا، ماشي انا عرفت الاسم وحفظته، اكيد انتوا حفظتوه معايا. لانا اري المفروض اللي هي دي، لا استنى نسيت، ما لا ما اظنش اللي هي دي. طب نشوف دي زت 1 فو، لو لازم نكتب كل حاجه بالظبط، زت
وان اوك المفروض هي دي. ما تهزروش يا جماعه مش هي دي. لا بس صح الحته دي حلوه، يعني هما الاتنين كانوا بيرقصوا مع بعضيهم وما اعرفش مين ده، واحد شكله كده غريب ولا اعرف مين دي يعني، ولا اعرف مين ده. انا ما اعرفش حد، بس احنا انا لازم اعرف مين الناس اللي كانت بترقص معاها فعلا، اشمعنى عرضت الناس دي اللي هما الاتنين دول واسمهم كان باين، يعني عايز افهم مين دول، يعني اصحابها فعلا ولا واضح لهم ايه ده. ايوه اهي لانا ار اي اي اي، يبقى لانا ار اي 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 هي دي ابطال فعلا اللي كانت بترقص الفيديو تيك توك. لانا لايف، ايه ده، دي ابطال عندها حساب على تيك توك تقريبا وبتقعد تعمل فيديوهات وكده، ممكن عشان كده هي مشهوره. تعالوا نشوف عامله فولو لمين، ملهاش علاقه يعني بديز دول او تغليه خالص. طب ايه اللي جابتها في فيديو؟ اكيد هي مشهوره على التيك توك ودي ساعدتها انها تتشير على التيك توك وتطلع الترند اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي اصلا. تعالوا نشوف بقى ده، مش عارف مين دي. زت وان فروج، يعني زت ماشي وان اف ار تقريبا دي مش اودي سيف ابطال زت، لا لا ماشي زت وان بعديها في بعدين هنا الجي كده المفروض هي ابطال هي بالظبط، والله حاسس ان هي دي. وبرضك لا مش كاتبه المره دي تيك توك الصراحه، بس كاتب هنا ده تقريبا حسابها. وتعالوا كده نشوف عامله اللي له 94 واحد فولو، ده كتير قوي. قال من ضمن ام دي اي ار بي معاها، تمام اكيد عامله لتورليو ابطال، يبقى دي اكيد ليها ابطال علاقه مع تورليو جامده جدا، باين عليها بتعمل فيديو، ما اظنش دي بتعمل فيديوهات على التيك توك، بس اشمعنى ظهرت دي؟ يعني كانت ممكن يعني جابت مضرب ام دي ار بي وجابت كذا واحد، يعني جابت كتير، هما دول بس اللي بانوا الصراحه. تمام تمام. طبعا يا ابطال زي ما انتم شفتوا الفيديو هو ده الفيديو بالظبط اللي هي نزلته، لسه حالا منزلاه من ساعتين يا دوبك. انتوا لقيتكم بتقولوا لي الحق دي وصلت لمليون بسرعه، قلت ادخل واحاول اكتشف واشوف ايه السر اللي خلتها توصل للمليون بسرعه رهيبه كده، يعني هي ليه فعلا وصلت لمليون؟ لو انتوا جيتوا كده نبص مع بعضينا، هنا الفيديو جايب 1.5 مليون، هنا الفيديو جايب 2 مليون، 2 مليون، 5 مليون، 2 مليون، ايه ده؟ كل 5 مليون، ايه يا عمي كل دي ملايين ولا ايه؟ في ايه؟ كل دي ملايين كتير يا جدعان، في ايه؟ فبصراحة أنا يعني مش متوقع أي حاجة خالص تحصل الفترة الجاية، محتاج الأبطال يقولوا لي فعلا، يعني يا ريت تتوقعوا تحت في الكومنتات وأنا هقرأ كل كومنتاتكم، تتوقعوا هل يعني إيه اللي هيحصل الفترة الجاية؟ هل الهاكر ده يختفي؟ وما يجيش اصلا تاني ويبقى خلاص بقى الموضوع ده ايه ننساه بقى خلاص عشان هي جابت مليون، ولا فعلا هتهكر بجد بقى وشركة روبلوكس تاخد يعني تدي لها بان مثلا، ولا ايه اللي هيحصل؟ مش عارف بصراحة يعني ايه اللي هيحصل فعلا بعد كده. بس عامة الابطال احنا مستمرين وبنشوف اي شيء جديد بيحصل، والابطال كلهم بصراحة بيكلموني على الانستجرام، واسف جدا انا طبعا مش برد على الانستجرام بسرعة لان مشغول، وكمان يعني بيكلموني على الفيسبوك وكمان على الديسكورد، في كل حتة الابطال موجودين. وبجد بحب اشكركم جدا على كل التفاعل الاسطوري اللي انتم بتقدمه لي، واي حد بيعمل لايك واي بطل بيعمل كومنت والله بحبه. فانزل حالا اشترك في القناة وبس كده يا ابطال، فيديو النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحط لايك الفيديو وسبسكرايب للقناة، واهم حاجة تفعلوا زر الجرس عشان يظهر لكم كل فيديوهات الجيمنج الجديدة. وبس كده يبقى جيمنج ابطال الجيمنج، وسلام. الفيديو خلص، حط لايك اعمل اشتراك، ايوه جدع. الفيديو خلص، حط لايك اعمل اشتراك، ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي، ايوه بقى اديله يلا ولا